الرئيس الموريتاني يستعد لزيارة روسو في إطار الحملة الممهدة للاستفتاء، والمعارضة المقاطعة تواصل نشاطاتها لإفشاله. إسقاط الشيوخ للتعديلات الدستورية محور الحلقة الجديدة من تسريب محادثات والغدة، والأخير يعتبر الأمر انتهاكا للخصوصية والحرية. المنتخب الوطني يتأهل إلى الدور الثاني من تصفية الشان رغم الخسارة أمام ليبيريا في زويرت. أهلا بكم إلى نشرتنا أخبار الساحل التي تأتيكم من العاصمة الموريتانية نواكشوط. يصل الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز صباح غد الاثنين إلى مدينة روسو في الجنوب الموريتاني في أول جولاته الداخلية ضمن الحملة الممهدة للاستفتاء. نتابع استعدادات مدينة روسو لهذه الزيارة في تقرير أحمد نسيد أحمد من هناك. يوم واحد قبل مهرجان روسو المرتقب، بدت الساحة المخصصة للحدث جاهزة لاستقبال الوافدين، والعمل جار للانتهاء من منصة الخطابة. بالتوازي مع ذلك تحتدم اللقاءات داخل مبنى المقاطعة، حيث يجتمع حاكم مدينة روسو بالفاعلين السياسيين المحليين كامتداد للقاء موسع سبقه. الأجواء خارج المبنى توحي بنشاط مكثف يتمحور كله حول المهرجان الذي يؤكد المشاركون نجاحه حسب تقديرهم. الاجتماع اليوم امتداد لاجتماع أمس في دار المرأة حول الاهتمام جميع الفاعلين السياسيين والوجهاء لزيارة رئيس الجمهورية والحملة للتعديلات الدستورية، وكناها من عدل أكبر مهرجان يعكس اللي نقوله كنا يحدث به نفسه وحده، هو اهتمام القوارب ويا الله يقبل حصة الأسد من التعديلات الدستورية، يلا يعودهم الفوقانيين بهم اللي عدى الجابرون قد نقول عنهم قبل زادهم في المقابل حصة الأسد من إنجازات رئيس الجمهورية. الطرف المعارض للتعديلات الدستورية يقوم بدوره بحملة موازية تمثلت في رمي منشورات في الشوارع وعلى واجهات السيارات رغم عدم تواجده على الساحة بصفة جماعية. نحن هذا تعديلات دستورية ضدها تماما، باللي ما شفنا فيها اي شيء، باللي ما شفنا فيها شيء سوى شنو من ناحية التغيير، ناحية النشيد الوطني، كل اللي لاهي ناصرة عندنا ما خارج شيء يشبه منها لا يندار بلدها. والعالم الوطني عالم لاهي زاد الوان حمر، والله دخن، والله اي الوان ثاني ما عنده اي معيار، هذه خلص المشاكل اللي يعانوا منها المواطنين، تعاني منها البلد، يعاني منها الشعب، هم الاولويات، سابق النشيد الوطني، سابق تغيير العالم. ورغم هذا الجدل فان روسو ستكون اول محطات الرئيس في زياره تشمل جميع ولايات الوطن، وعد بمفاجآت خلالها باتت حديث الكل. لا شيء يطغى على الاستعداد للمهرجان المرتقب في روسو رغم انطلاق الحملة الرسمية منذ 3 أيام، ومع ذلك فإن الأجواء في المدينة توحي بحملة قد تكون صاخبة في الأيام القادمة. ما يزيد على 30 خيمة مقترنة في مكان واحد على الكيلومتر 7 هو أحد مظاهر المبادرات المشاركة في الحملة الانتخابية بمدينة روسو، والذي بدأ يتعدد في نفس المكان. أرانا جاي هون في الحملة مبادرة جيدة وقوية بإذن الله تعالى محمد بن عبد العزيز، ونعتن اليوم والصبح أننا معاه نحن سكان بيكاست كل 7 من القوارب، ورانا معاه اليوم معاه الصبح، وإن شاء الله يوم الزرق إن شاء الله ما هو لا يجبر فينا ما هو نعم بإذن الله تعالى. الخيم المضروبة على جنبات الطريق وفي الشوارع داخل المدينة لا تجد منافسة حقيقية من المناوئين للتعديلات الدستورية، والذين اكتفوا بالتعبير بأنماط أخرى. أحمد نسيد أحمد من مدينة روسو، ولاية ترارزا، جنوبي موريتانيا، الساحل تيفي. ويبقى معنا الزميل أحمدنا من مدينة روسو موفد الساحل هناك. أحمدنا، مدينة روسو تستعد لاستقبال رئيس الجمهورية، لو تضعنا في الصورة والأجواء التي تعيشها المدينة حاليا. أهلا
اهلا بك الزميل جدنا، كما اسلفت في التقرير هناك استعداد على قدم وساق من اجل هذا المهرجان الذي سيعقد غدا والذي سيتراسه رئيس الجمهوريه في اطار جولته التي سيقوم بها لجميع ولايات الوطن كما ذكر في تصريح له في مهرجان ملح الماضي. لكن الاهم في مهرجان روسو انه سيحمل اول المفاجات التي وعد بها رئيس الجمهوريه المواطنين وتوعد بها المعارضه بالمناسبه، وبالتالي الجميع موالاه ومعارضه، الكل ينتظر المفاجات ما تحواها، ما الذي سيقوله رئيس الجمهوريه عن المعارضه كما وعد. الجميع هنا في انتظار هذا المهرجان، وبالتالي الاغلبيه هنا والداعمين ل نعم كلهم من اجل هذا المهرجان، وهم يقولون بانه سيكون حاسدا، وبالتاكيد وصلت حشود كبيره من القرى المجاوره لمدينه روسو، وكذلك مدن الحشود ايضا تاتي كما يقولون من مدينه روسو نفسها. الساحه كما ذكرت لك في التقرير قد تم اعدادها، اخر شيء كانت المنصه التي سيتحدث منها رئيس الجمهوريه، وبالتالي هم جاهزون لهذا المهرجان والذي سيصل فيه رئيس الجمهوريه غدا ويتحدث من مدينه روسو. احمدنا، الى اي مدى تحضر او تحضر المعارضه المقاطعه في مدينه روسو حاليا؟ نعم، كما ذكرت في التقرير هذه المعارضة موجودة بالطبع، أنا التقيت بالعديد من أفرادها لكنها متواجدة على شكل فرادة، وهم فرادة وليسوا مجتمعين في مكان واحد. اليوم لاحظت منشورات قد تم رميها في الشوارع، والبعض أيضا يعلقها على السيارات. لقد نقلنا تصريح أحدهم ولم نجد البقية لصعوبة ذلك، هم ليس لديهم مقر لنجدهم فيه، لكن نلتقي أحيانا ببعضهم ويحدثوننا بأنهم ضد هذه التعديلات، بعضهم ضد التعديلات الدستورية وهم مع الرئيس محمد عبد العزيز كما يقولون. يقول لك أنا مع الرئيس في توجهاته لكنني فقط أنا ضد هذه التعديلات. البعض أيضا هو ضد التعديلات وهو معارض أيضا لوجود الحكومة، وبالتالي يقاطع تماما كما هو الحال بالنسبة للمعارضة في جميع أنحاء الوطن وفي الأحزاب السياسية التي تقود هذا الحراك المضاد للتعديلات الدستورية. لكن هم ليس لديهم تواجد هنا في مدينة روسو بشكل جماعي، لكنهم موجودين وأنا التقيت ببعضهم. شكرا. موفدنا من مدينة روسو الزميل أحمدنا سيد أحمد، شكرا جزيلا لك. فقرة آراء تأتينا من مدينة روسو حول الاستعدادات لزيارة رئيس الجمهورية للمدينة، نتابع. استعدادات ما شاء الله جارية زينة، الناس راية متهيئة، من هنا تأتي إلى كيلومتر 7 ما شاء الله، الناس يمكن بني الأخيام متهيئة له، ورئيس الفقراء وفات عدل إنجاز وشاف العرض الواقع. ما معقول عنه دور يجي ولاية زيارة ما تعرضت له الناس، هذا باطل حقيقة. نحن بعد معوقين، بالنسبة لنا نحن المعوقين شفنا ذاتنا لا فيه هو زمنه هو باللي كل حد يعرف عن سابق محمد عبد العزيز المعوقين مهم شيء. جينا من مقاطعة بوتليميت، جينا بالكم والكيف لدعم هذا المهرجان اللي طبعا التعديلات الدستورية ومساندة فخامة رئيس الجمهورية، نختار نقوله من هذا المنبر عن بوتليميت اليوم كامل بجميع من وجهاء سياسيين من أطر من منتخبين وجميع حضرهم لهذا المهرجان اللي الصبح إن شاء الله وروسه، وان يدور ان شاء الله مهرجان يكون على مستوى صوتين عليه اليوم ومصوتين عليه الصبح، ونختاروا لي الشعب الموريتاني كامل. شفتي انا موريتاني تحول بخير به اللي فخامه رئيس الجمهوريه هذا العدل في موريتانيا ما قطع عدل الرئيس الاولى، وثانيا هاي الناس الضعفاء والفقراء والمساكين شافوا وجوههم لين جا فخامه رئيس الجمهوريه، وانا واصحابي وما شبه ذلك من ساعه جا محمد عبد العزيز عدل لنا انجازات وعدل لنا ياسر من الخيرات، ونشكروا عليهم ونختاروا هم اللي يواصل فيهم. حسب رايي لانهم تعود تخدم الوطن، كل ولايه الله تعود ذاك اللي
اللي اختار لها الرئيس يا الله يوم اللي تعود فيه لها خير وعود تختار ومال هي ما تعود تعارض ما تعرف علاش معارضه ما يعود مالي حد موالي ما راه حد بالنسبه له موالي يلا عود على الاساس موالي عود مع الموالات على الاساس لصلاح ولاساس رشاد البلد حد مالي معارض ما في رايه يعود ما يلا تعود لها معارض كضو ما يلا تعود ياكل معارض يعود ينجي قنوات مالي ياكل مصالح المصلحه ما تعارض المصلحه العامه ما تعارض. ونبقى في ذات السياق، حيث أعلن رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز عن مفاجآت ستحملها الحملة الممهدة للاستفتاء، وهو ما يجعل البعض يتساءل عن طبيعة هذه المفاجآت، وهل ستحمل جديدا فيما يتعلق بالصراع القائم بين المشاركين والمقاطعين وانعكاسها على حياة المواطنين. المزيد مع عيسى الطالب عمر. في بداية جولته الداخلية من المقرر أن يبدأ الرئيس محمد عبد العزيز بمدينة روسو عاصمة ولاية ترازا يوم الاثنين لشرح دوافع التعديلات الدستورية التي انطلقت حملة الدعاية لها يوم الجمعة الماضي. الحملة التي أطلقها الرئيس بمهرجان كبير في العاصمة توعد فيها بمفاجآت في الأيام القادمة، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل عن نوع وحجم تلك المفاجآت وما الجديد الذي تحمله زيارة الرئيس لهذه الولايات. الزيارة التي سيبدأها الرئيس تأتي بالتزامن مع جولات بدأتها تنسيقية إسقاط التعديلات الدستورية في بعض الولايات للتعبئة لمقاطعة الاستفتاء، متهمة النظام بتسخير وسائل الدولة لابتزاز الناس وإرغامهم على التصويت بنعم للتعديلات الدستورية. مقترح التعديلات الدستورية عمق الخلاف بين السلطة والأغلبية وبعض أحزاب المعارضة الداعمة لها من جهة والمعارضة المقاطعة من جهة أخرى، حيث بدأ الطرفان يسابقان الزمن ويكثفان من حبلتيهما قبل الخامس من أغسطس المقبل الذي سيكون الحاسم في مسألة التعديلات الدستورية. وللتعليق على الموضوع معنا في الاستوديو الصحفي المصطفى والمحمد محمود رئيس تحرير موقع المرابع ميديا، أهلا بكم. أهلا وسهلا. الرئيس الموريتاني أعلن خلال خطاب ملح أن الحملة ستحمل بعض المفاجآت، هكذا قال. هل يمكن القول أن الصراع بين المقاطعين والمشاركين سيشهد فصولا جديدة أكثر إثارة؟ شكرا جزيلا زميلي جاغانا، سعيد باللقاء معكم عبر قناة الساحل الفضائية. فيما يتعلق بسؤال صحيح، في مهرجان ملح مساء الجمعة بعد منتصف الليل تحدث رئيس الجمهورية عن مفاجآت للشعب الموريتاني خلال هذه الحملة. هذه المفاجآت وصفها بأن هناك إجرام كبير في حق الشعب الموريتاني. هذه فرصة، نحن نعيش حملة انتخابية لمدة أسبوعين كاملين، سيجول فيها رئيس الجمهورية مختلف عواصم ولايات الوطن، سيتحدث عن ما وعد به الجمهور والشعب الموريتاني مساء الجمعة الماضي بعد منتصف الليل في ملعب ملاح بالعاصمة نواكشوط. هذه الفصول الجديدة ستكون أكثر إثارة، لأن كما تعلم في الفترة الأخيرة سمعنا الكثير عن صفقات تحت الطاولة، عن فساد كبير، عن أمور كثيرة. هذه اللحظة رئيس الجمهورية يواجه الشعب ويكشف المستور، هكذا قال رئيس الجمهورية في هذا المهرجان. الرئيس كذلك الرئيس عبد العزيز وجه انتقاداته لمجلس الشيوخ معتبرا أنه أساء للوطن. هل يعني الأمر أن أعضاء المجلس سيكونون عنوان المفاجآت التي تحدث عنها الرئيس في خطابه الأخير؟ صحيح زميلي جاغانا، أنت تعلم بأن مجلس الشيوخ هو من عطل التصويت على هذه التعديلات الدستورية بعد أن وجدت بطاقة مريحة من الجمعية الوطنية، وبالتالي رئيس الجمهورية يحمل مجلس الشيوخ عرقلة هذا المشروع الذي يصفه بالإصلاحات الدستورية للمؤسسة الدستورية في البلد، وبالتالي سيكون بلا شك أعضاء مجلس الشيوخ عنوانا بارزا في هذه الحملة، لأن رئيس الجمهورية كما لاحظت ولاحظ الجميع في حديثه المغتضب على منصة ملعب ملح تحدث وكأنه يقول إن هناك إجراما كبيرا حل بالشعب الموريتاني. من سببه؟
ما هي دوافعه؟ من يتحمل مسؤولية هذا الإجرام؟ ولماذا هذا الإجرام؟ أعتقد بأن مهرجان روسو غدا سيكشف المستور عن كل هذه التساؤلات. سيد محمد المصطفى، كسؤال أخير، شاهدنا في الفترة الأخيرة مهرجانات للمعارضة المقاطعة في عواصم الولايات الداخلية، وغدا يبدأ الرئيس زيارته، هل يحمل الأمر صراعا جديدا مثلا على القواعد الانتخابية في الداخل؟ وماذا يستفيد المواطن البسيط من هذا الصراع؟ صحيح، في اعتقادي بأنه يحمل صراع جديد على القواعد الانتخابية. نحن نعلم بأن رئيس الجمهورية وأغلبيته والمعارضة المحاورة في التي شاركت في هذا الاستفتاء والمجتمع المدني أمامهم تحديان كبيران. التحدي الأول يتعلق بنسبة المشاركة في هذه الانتخابات، لابد أن تكون نسبة المشاركة مرتفعة. التحدي الثاني هو أن تكون نسبة نعم التصويت بنعم أيضا معتبرة. هذان تحديان كبيران أمام رئيس الجمهورية وأغلبيته، وأمام أيضا المعارضة المحاورة، وأمام المجتمع المدني الذي يرى بأن التعديلات الدستورية فيها مصلحة لدولة القانون والحريات. في الاتجاه الآخر أو في الجانب الآخر هناك المعارضة التي تقول بأن المواطن البسيط لا يستفيد من هذه التعديلات الدستورية، هناك أولويات على الشعب أن يحظى بها قبل أن يحظى بتعديلات دستورية لا تغني ولا من جوع. يعني هاتان المفارقتان ستكونان عنوان الحملة الانتخابية التي انطلقت منذ اليوم مساء الجمعة الماضي عند منتصف الليل. وبالتالي أعتقد بأن هناك تحديان كما أشرت إليهما، هما نسبة المشاركة التي تسعى المعارضة إلى التقليل منها أو النقص منها، وهذا أعتقد بأنه من خلال المعارضة التي تقول بأن المواطن لن يستفيد من هذه التعديلات، كيف ترون ذلك؟ هذا ما تقوله المعارضة، لكن في الجانب الآخر رئيس الجمهورية وأغلبيته والمعارضة أو المعارضة المشاركة التي حاورت في الفترة الأخيرة وتشارك الآن والمجتمع المدني يرى بأن الأمر لا يتعلق بهذه البساطة، هذا يتعلق بدولة القانون والحريات. وبالتالي ما دامت المؤسسات الدستورية سترى إيجابيات في المستقبل، هذا هو استفادة بحد ذاته للمواطن البسيط وللمجتمع الموريتاني. شكرا. الصحفي المصطفى محمد محمود، رئيس تحرير موقع المرابع ميديا، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. تشهد الساحة السياسية حراكا سياسيا محتدما تمخض عنه دخول بعض أحزاب الأغلبية والمعارضة في الحوار الوطني الشامل ومقاطعة أخرى له، بعد احتواء مخرجاته على بعض النقاط الخلافية كتغيير العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء مجلس الشيوخ. نتابع في ما يلي مسار الحراك السياسي من حوار 29 سبتمبر إلى استفتاء 5 أغسطس، كل ذلك في تقرير محمد لمين محمد المامي. 29 سبتمبر 2016 كان موعدا لانطلاق الحوار الوطني الشامل في قصر المؤتمرات بنواكشوط، وذلك بمشاركة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني والموريتانيين في الخارج، وسط مقاطعة أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، إضافة لحزب التكتل وحزب إناد. بعد 3 أسابيع من النقاشات، خرج المتحاورون بجملة من المقترحات، من أبرزها إجراء بعض التعديلات على العلم والنشيد الوطنيين، وهو ما برره أصحابه بالسعي لتثمين ضحايا شهداء المقاومة الوطنية عبر إضافة شريطين أحمرين للعلم وتعديل النشيد ليحمل شحنة من الوطنية. إضافة إلى ذلك، تضمنت المقترحات إلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل السامية وتوزيع صلاحيات الأخيرة بين القضاء والمجلس الدستوري، وكذلك تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما نصحت مخرجات الحوار على إنشاء مجالس محلية تحل محل مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ كان عقبة في طريق تمرير هذه المخرجات، حيث صوت ضدها ب33 صوتا مقابل 20 صوتا لصالحها.
جاء ذلك بعد أن أجازتها الجمعية الوطنية بإجماع 121 نائبا. بعد ذلك قرر الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى استفتاء شعبي، وهو ما أثار الكثير من الجدل، جدل ما زال متواصلا حتى بعد انطلاق الحملة الممهدة للاستفتاء واختيار 5 أغسطس موعدا له. فلمن ستكون الكلمة الفصل؟ أهي للأغلبية والمعارضة المشاركة أم أن المقاطعين سينجحون في مساعيهم الرامية لإفشال الاستفتاء؟ تتواصل التسريبات على شبكات التواصل الاجتماعي لمحادثات بين شيوخ تدور في معظمها حول التصويت على التعديلات الدستورية وإعاقة انعقاد مؤتمر اتحاد أرباب العمل وقضايا أخرى. آخر حلقات مسلسل التسريبات تسجيل أكثر وضوحا من سابقيه، إذ يتحدث فيه أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن طريقة التصويت ونتائجه. المزيد في التقرير التالي. على طريقة المسلسلات يتم تسريب التسجيلات الصوتية المنتشرة على تطبيق الواتساب حلقة حلقة. آخر تسجيل مسرب يتحدث فيه عضو مجلس الشيوخ المعارض مع من يسميه بريزيدان أي الرئيس، مقدما له معلومة دسمة تفيد بإسقاط الشيوخ لتعديلات الدستورية. لكن كيف ذلك؟ يقول السيناتور إن كل واحد من الشيوخ المصوتين ضد التعديلات الدستورية سلمه بطاقة التصويت بنعم، ما يعني أنه أودع في صندوق الاقتراع السري بطاقة التصويت بلا. ويؤكد السناتور لمن يبدو أنه يدير العملية عن بعد أن عدد البطاقات التي تسلمها وعملية الاقتراع لم تكتمل بعد. ويؤكد السناتور لمن يبدو أنه يدير العملية عن بعد أن عدد البطاقات التي تسلمها وعملية الاقتراع لم تكتمل بعد وصل 18 بطاقة، أي أنه وبعملية حسابية بسيطة أسقط التعديلات الدستورية بالتصويت. وفي التسجيل دعوة عاجلة لزعماء آخرين من الطبقة السياسية المعارضة للتعديلات الدستورية للاحتفاء في منزل السناتور. هذه التسجيلات وصفها السناتور بالتعدي على حريته وعلى خصوصيته، وقال إنه تجسس مقيت داعيا المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى مساعدته لتقديم المتجسسين على هواتفه الشخصية للعدالة الموريتانية والمحاكم الدولية المختصة. وقال والغد إنه يتعرض للتشهير والابتزاز للإيقاع بينه وبين رفاق دربه. المعارضة المقاطعة وصفت استخدام التسجيلات ونشرها بالفاضح، بينما اختلف حولها المدونون على شبكات التواصل الاجتماعي بين من يرون أنها فضحت المواقف التي عبر عنها الشيوخ وبرروا بها إسقاطهم للتعديلات، وبين من يرون أنها أساليب قذرة لجأت إليها السلطة لتشويه سمعة خصومها السياسيين. الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز تعهد بالكشف عن مفاجآت في حملته السياسية للاستفتاء، ووصف ممارسات خصومه السياسيين بالإجرامية، مؤكدا أن مجلس الشيوخ تسبب في مشاكل كثيرة للبلاد ولا بد من التخلص منه حسب تعبيره. نشرتنا متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. الخسارة أمام ليبريا في مدينة زويرات. هل تملك بضاعة وتعاني من الركود؟ هل تملك مشاريع طموحة وتحتاج لتعميم فكرتها؟ هل ترغب أن يصل منتوج مؤسستك إلى كل بيت دون تكاليف باهظة؟ الساحل تي في تقدم لك الحل عن طريق خدمتها الإعلانية. تصوير بكاميرات HD، مونتاج عن طريق أكثر البرامج تطوراً، بأجهزة آبل الحديثة. الساحل تي في تضع تحت تصرفك طاقما متكاملا لخدمة أهدافك. الساحل تي في معها يسهل النجاح. للاستفادة من خدمتها الإعلانية بادر بالاتصال على الرقم التالي.
أهلا بكم من جديد، ونفتح الآن نافذتنا على استفتاء الخامس أغسطس. أنا لا ينعز نوع الشباب في الأسبوع عليك. نظمت مبادرة اتحاد النقابات والوسطاء والبرص الموريتانية مهرجانا سياسيا لدعم التعديلات الدستورية المقررة في الخامس من شهر أغسطس القادم، وأكد المتدخلون على ضرورة إنجاح الاستفتاء الذي جاء نتاج حوار وطني شامل ضم جزءا كبيرا من الطيف السياسي حسب تعبيرهم. إننا في نقابة الوسطاء واتحادية البرصات الموريتانية نرى في الإصلاحات الدستورية الناتجة عن هذا الحوار والمقدم للاستفتاء الشعبي يوم الخامس أغسطس المقبل تحولا مفصليا في تاريخ بلدنا لما تمثله مضامينها من أهمية بالغة، كونها تطال البعد الرمزي لنضال المقاومة الوطنية ضد المستعمر الغاشم، إضافة إلى إغناء التجربة الديمقراطية والدفع بعجلة التنمية في البلاد. ووعيا منا بكل ذلك، فقد كنا ومنذ اللحظة الأولى في طليعة المتبنين للإصلاحات الداعمين لها. ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا في الاستوديو البكاي والخطاري رئيس اتحادية البورصات الموريتانية، أهلا بكم. شكرا على الحضور. بداية سيد الخطاري، ما هي أهداف هذه المبادرة؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشكركم على إتاحة الفرصة. أهداف هذه المبادرة هي دعم الإصلاحات، وذلك لما لها من أثر إيجابي على كافة الأصعدة. وكما أردنا من خلال المبادرة توضيح دعمنا كطليعة لا يستغنى المجتمع عن الدور الذي تلعبه في بناء هذا المجتمع، ولأن الموقف موقف يتطلب منا أخذ الأمور بعين الاعتبار، فقد قمنا بهذه المبادرة من أجل توضيح موقفنا. سيد البكاي، ما هي الخطوات القادمة التي ستقومون بها من أجل إنجاح الاستفتاء؟ منذ الوهلة الأولى قمنا بتعبئة منتسبينا وأعضاء البورصات وأعضاء من أجل التسجيل على اللوائح الانتخابية، وسنواصل إن شاء الله تعالى هذه التعبئة والنضال إن شاء الله إلى أن يتحقق إن شاء الله. كشف الأخير، ما هي الضمانات المتوفرة لكم حول نجاح استفتاء الخامس أغسطس؟ الضمانات المتوفرة لدينا أولا، بما أن التعديلات الدستورية خيار وطني، ونحن سنظل إن شاء الله داعمين له إلى أن. شكرا البكاي والخطاري رئيس اتحادية البورصات الموريتانية، شكرا جزيلا لكم. تأهل المنتخب الوطني للمحليين إلى الدور القادم من تصفيات الشان رغم خسارته بصفر لهدف أمام ليبيريا في لقاء الإياب الذي احتضنه ملعب زويرات بولاية تير الزمور مساء اليوم. واستفاد رفاق مولاي أحمد بسام من فوزهم ذهابا في مروفيا بهدفين دون مقابل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مفادنا إلى مدينة الزويرات عماد أحمد بابا. عماد، تأهل إذن المنتخب الوطني، كيف هي الأجواء في مدينة الزويرات؟ نعم جدنا، أجواء طبعا احتفالية هنا بمدينة الزويرات رغم حرارة الأجواء حيث تفقد درجة الحرارة
حتى في ساعات الليل الى نحو 40 درجه. على العموم المباراه جرت هذا المساء بحضور جماهيري عريض من ساكنه مدينه الزويرات والمقاطعات المجاوره لهذه العاصمه عاصمه ولايه كيرس الزمور على الملعب البلدي لمدينه الزويرات، حيث قابل المنتخب الوطني نظيره هو الليبيري وخرج المنتخب خاسرا، لكنه رغم ذلك خرج متاهلا الى الدور الثاني من هذه التصفيات مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب هنالك في ليبيريا بنتيجة هدفين مقابل أي دون مقابل، لينتهي المجموعة اللقاءين بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل مباشرة لملاقاة المنتخب المالي الذي تجاوز عقبة غامبيا، وستكون مباراة الذهاب في العاصمة نواكشوط حسب ما هو معلن حتى اللحظة منتصف الشهر المقبل. عموما لو المنتخب الوطني كان بامكانه تقديم الافضل في هذه المباراه والخروج بنتيجه ترضي على الاقل الجماهير العريضه التي رحلت من المدن الداخليه وساكنه الولايه ساكنه مدينه الزويرات التي كانت تمني الناس بتحتفل احتفالا كبيرا بانتصار المنتخب الوطني، لكن رغم ذلك الاهم هو تاهل المنتخب الوطني لل الدور الثاني لملاقاة مالي في الدور الثاني من هذه التصفية. عماد، المنتخب خسر المباراة لكنه تأهل مستفيدا من نتيجة الذهاب، ما هي تبريرات اللاعبين والطاقم الفني للخسارة؟ طبعا ربما الطاقم الفني استعد بشكل جيد لهذه المباراة منذ العودة من ليبيريا، حيث خاض المنتخب الوطني عديد الحصص التدريبية هنالك في العاصمة نواكشوط قبل أن يكملها بحصة تدريبية قبل يوم المباراة. عموما تبريرات لم تكن هنالك تبريرات واضحة بشأن هذه الخسارة، المدرب الوطني مارتينز والقائد المنتخب في مؤتمر صحفي عقب المباراة قالوا بأن المنتخب قدم كل ما لديه، لكن عامل الجو والمناخ ودرجة الحرارة العالية التي لعب فيها المنتخب الوطني لم تساعد على تقديم الأفضل أو تقديم كل ما لدى المنتخب الوطني، بمقابل أن المنتخب الليبيري هو الآخر دخل المباراة وهو يعني يبحث عن نتيجة تعويض نتيجة المباراة الذهاب التي خسر على أرضه، لم يكن لديه ما يخسره، ألقى بكل ثقله وبكل أوراقه من أجل الخروج أو تدارك نتيجة الذهاب. تمكن من تسجيل هدف في آخر لحظات الشوط الأول، كان الضغط أيضا ومحاولة المنتخب الليبيري في العودة في النتيجة في الشوط الثاني، لكن المنتخب الوطني بالتغييرات التي أجراها مارتينز استطاع على الأقل الحفاظ على الهدف الوحيد في هذه المباراة لمصلحة المنتخب الليبيري والذي انتهت عليه المباراة. عماد، كسؤال الأخير، هل توفرت لديكم معلومات عن توقيت مغادرة المنتخبين؟ طبعا من المرجح جاكانا أن تكون المغادرة من العاصمة مدينة الزويرات صباح غد حسب ما هو مبرمج للمنتخبين على أن يصل إلى العاصمة نواكشوط، وتكون طبعا مغادرة المنتخب الليبيري إلى الديار الليبيرية. طبعا المنتخب الوطني سيدخل في مباشرة في استعداداته لمباراة المبرمجة الثانية له في هذه التصفيات والتي سيخوضها أمام المنتخب المالي. طبعا المنتخب الوطني سيبحث في هذا الدور عن الثار من المنتخب المالي الذي كان قد أخرجه في التصفيات الماضية تصفيات عام 2016 أو 15 التي أقصى فيها المنتخب المالي أو حرم المنتخب الموريتاني من التأهل للنهايات التي أقيمت العام قبل الماضي هنالك برواندا. إذا المنتخب الوطني سيحاول أن يفك عقدة المنتخب المالي، حيث يعتبر كل المتتبعين لشأن الكروية الموريتاني بأن الكرة المالية أصبحت تشكل عقدة للكرة المالية، حيث سبق لها أن حرمتها من مشاركة في نهاية الشان وأيضا مشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الماضية. شكرا زميل عماد أحمد بابا، كنت معنا من مدينة الزويرات، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن إلى جديد الأخبار الاقتصادية مع جميلة محمد الهادي.
بكم إلى النشرة الاقتصادية. قال وزير الدفاع الوطني جالو مامادو باتيا إن الحكومة رصدت مبلغ 1,600,000,000 أوقية بهدف حفر 100 بئر أنبوبية في عدة ولايات من الوطن يتم تنفيذها خلال 3 سنوات، وستمكن المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت اليوم ستمكن من حفر 60 بئرا أنبوبية، من بينها 20 في أدرار وتير الزمور و40 بئرا في ولايات جيديماغا وغورغول والبراكنا والعصابة وترارزا وتاغانت. تشهد السوق المركزية بمدينة روسو عاصمة ولاية ترارز إقبالا كبيرا يعيقه ارتفاع للأسعار حسب الزبناء، وتعود الحركية التي تشهدها السوق إلى التبادل التجاري بين موريتانيا والسنغال، حيث تعتبر روسو بوابة موريتانيا الجنوبية في إفريقيا. نتابع فيما يلي مزيد في التقرير التالي. سوق مدينة روسو للمواد الغذائية يشهد إقبالا يوميا من السكان، خصوصا في جناحه المتعلق بالخضروات. المدينة التي تعد العاصمة المركزية للولاية الأهم زراعيا في البلاد لا تكاد توفر سوى أنواعا أقل من عديد أنواع الخضروات الموجودة في سوق الخضار حسب باعة الخضروات. مع دار أورس هذه حبيبة الأفران الأخرى فرج جاينا من مقرب والله جاينا من السنة ما عندنا سماك ما عندنا كاروت الزبناء الذين يرتادون السوق قدوما من القرى المجاورة يبدون امتعاضهم من أسعار الخضار المرتفعة حسب تقديرهم، لكن بعض الباعة يبرر السبب ويضع نفسه في خانة المتضررين من الوضعية غير المريحة. نحن المواطنين قبال مواطنين لهم ما عندنا شيء نشتغلوا به، يكون كنا تشري كمية وتجي تبيعها تربح فيها 20 ولا 10، والله شوي تافه. عيات قاعد تنقز واحدة من هون ما عندها صايرت، نحن نبيع الحمد لله اليومية شي ما يوفى من فضل، يا غير كلهم اللي لا يجبر مولاه ويقبض فضلته ونبقى ونحن قاعدين. ليس كل من يرتاد السوق هو زبون لمادة الخضروات بالضرورة، فباعة الأرز يرتبطون بسوق المواد الغذائية ارتباطا وثيقا ولهم مطالبهم الخاصة. هنا تبين طردي نطردو معنا نبداو بالعجلة، مشكلتنا لا خوفتنا ما شغل في الوقت، ومشكلتنا مولي عنقر هذا العام واعر نشرو بهنا داك 7500 ومن هنا 500 كي هذي كيف سن لا فوق طاحنا احنا وقت مشكلة الوسانة مولي مارو ما تينا جابين في شي لا واعر عنقر السن. رغم كونها ولاية زراعية إلا أن الخضروات التي توفرها مدينة روسو موسما معينا من السنة تفتقدها في مواسم عديدة، مما يرغم الباعة على التزود من بلدان مجاورة كالمغرب والسنغال. وفي انتظار أن يغطي الإنتاج المحلي الحاجيات على مدار العام تبقى أسعار الخضروات رهينة تسعيرة تحدد خارج الحدود. هبطت أسعار النفط بنحو 2.5% بعد أن توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج أوبك في يوليو على الرغم من تعهد المنظمة بكبح الإنتاج، مما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض الخام. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي المزيج برنت على انخفاض قدره 1.24 دولارا ليصل إلى 48.06 دولار للبرميل. هذا وكانت أوبك وبعض الدول غير الأعضاء مثل روسيا قد اتفقوا على خفض الإنتاج ب 1.8 مليون برميل يوميا بين يناير من العام الحالي ونهاية مارس 2008. هذا وكانت أوبك وبعض الدول غير الأعضاء مثل روسيا قد اتفقوا على حذرت مؤسسة الويدز للتأمين من أن الهجمات الإلكترونية قد تكبد الاقتصادات العالمية خسائر بنحو 120 مليار دولار، وهو ما يماثل خسائر أعاصير مثل كاترينا وساندي. وأوضحت في تقرير أن هذه الهجمات تشكل خطرا كبيرا على الحكومات والشركات خلال العقد المقبل، وقدرت المؤسسة الخسائر الناجمة عن الهجوم الإلكتروني ب 15 مليار دولار، مؤكدة أنها قد ترتفع إلى أكثر من 100 مليار دولار بسبب صعوبة تقدير مثل هذه الخسائر. نهاية الموجز الاقتصادي، عودة إلى الزميل جاكنا.
شكرا لك جميلة. نهاية النشرة، إلى العناوين. الرئيس الموريتاني يستعد لزيارة روسو في إطار الحملة الممهدة للاستفتاء، والمعارضة المقاطعة تواصل نشاطاتها لإفشاله. إسقاط الشيوخ للتعديلات الدستورية محور الحلقة الجديدة من تسريب محادثات والغدة، والأخير يعتبر الأمر انتهاكا للخصوصية والحرية. المنتخب الوطني يتأهل إلى الدور الثاني من تصفية الشان رغم الخسارة أمام ليبيريا في زويرت. نهاية النشرة قدمناها لكم من الساحل تي في في نواكشوط، تفاصيل أوفى www.sahel.tv. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الفيسبوك وتويتر. شكرا لكم، إلى اللقاء.